شنو هذا يا حكيم الزمان يا بديع الزمان يا حكيم باليسار عتاله جباله حكيم نار نار يا حبيب اشرف جاء اليمنى هي خطيره خطيره الله 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 اشرف حكيمي اسرف على روعتها حكم باحكام في هذه المباراه الكبيره الله اشرف حكيمي ماذا تريد ان تحدث ماذا تريد ان تحدث في هذه المباراه احدث الجنون بام عينا أتى بالجنون بأم عين الله أشرف حكيمي نجم المباراة الأول نجم المباراة الأول أشرف على نتيجة المباراة بالهدف الأول Est-ce que c'est un contre son camp? En tout cas, c'est une super opération en cours pour Dortmund. 67e minute, l'homme en forme, Hakimi, auteur d'un doublé cette semaine en Ligue des Champions, qui vient faire... Hakimi pour un centre fort. Ah oui, non, c'est le saison. Sergio, à ta soif! Works way through himself into the area. It's still Philip! And Ashraf Hakimi puts Dortmund in front once more. An incredible cut sight. And the Signale Iduna Park takes another twist. Says Bino Montella Casaria, Forza, 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 who a goal, who a goal, who a goal, who a goal. ميسي لأشلي يونغ يا ولد على الكرة اللي بالعرض يا أخطاء دفاعية وحكيمي يسجل أشرف حكيمي يسجل أخطاء دفاعية قاتلة 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 المرة دي أمامنا هو الأخطاء الدفاعية الكبيرة لسه رائعة زياش في الاستلام زياش في العمق دي ممتازة وحكيمي جول وحكيمي جول حكيمي جول أول
أهداف المنتخب المغربي. نعم أحلى تمريرة منك يا زياش، لصيص غاية في الروعة والمتابعة الأجمل من طرف اللاعب حكيم. نعم يفتتح باب التهديف، لم يتأخر المنتخب المغربي في التسجيل. اللقطة اوعى كبر بي يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. الله 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 الله. حكيم حكيم روحاني حضرتك، عملها أشرف حكيمي بكل حكمة وبكل هدوء وبكل ثقة وبكل تأني. أقدام طلقته قوته في اندريزيتش. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. لا 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 لا. لحن مغربي عظيم، لحن مغربي عظيم. في سادس تصويبة على المرمى له في الدوري يسجل ثالث أهدافه. أي أرقام يا ولد. حكيمي ينطلق، يحاول حكيمي الصوت. مالها إلا لا يستحم ويسجل لمصلحة انتر رابع أهداف في هذا الموسم. حكيمي يأتي بالحلول. دارميان عايز يعدي، دارميان يلعبها حلوة قوي. يا ولد يا ولد يا ولد. أجمل أهداف المباراة، أجمل الأهداف. هتقول لك يعني الكرة خدمته؟ لا ده هو لعيب، هو لعيب أمامنا. هو التربو 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 المغربي أشرف حكيمي يضع الكرة أمامنا. أشرف حكيمي دار المغربي، دار حكيمي باليسار عطانو جبانو. حكيمي نار نار يا حبيبي نار. يا سلام يا سلام على الأقدام المغربية. أشرف حكيمي إلا ما باريسي. أشرف 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 أشرف. الله روعة من جانب أشرف، متعة من جانب أشرف، حضور من جانب أشرف. لا أرى له مثيل، لا أرى له مثيل. أشرف مر وعبر، مر وعبر، حضر هنا بالخطر وأتى نفتخر نعتز سعادة ما بعدها سعادة بتواجد عربي من هذا العجم لأشرف حكيمي. منورنا فخر العرب مثل ما نفتخر بمحمد صلاح، برياض محرز وابراهيمي والقائمة الطويلة. وهذه كرة كذلك أشرف حكيمي في القائمة الرائعة للكرة العربية في أكبر المحافل العالمية. أشرف حكيمي أسد الأطلس، هو أسد ما كيفو حد، ما كيفو حد. أشرف الأسد أشرف الأسد. يا سلام عليك يا منور العرب، يا منور المغرب، يا أشرف يا حكيمي. المغرب الولادة بنجوم عالمية من زمان، ولا من زمان قلت لكم من زمان عسينا من عربي. الله 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 الله. أشرف حكيمي أشرف على روعتها، حكم بإحكام في هذه المباراة الكبيرة. الله أشرف حكيمي حضر مشرفا على روعتها، محكما أحكاما. أشرف حكيمي. يا الله يا أشرف يا الله يا أشرف يا الله يا الله على عطاء كبير. أشرف في الجهة اليسرى، أشرف في الجهة اليمنى، أشرف مهاجم، أشرف مدافع، أشرف حتى يعني إن تطلب الأمر لأن يتواجد حارس مرمى ستجد حارس مرمى. يا الله ما شاء الله يا أشرف، ما شاء الله يا أشرف يا حكيمي على ما تقدم في هذه المباراة.
مستوى كبير جدا يقدم من جانب أشرف حكيمي، اللاعب المعار من نادي ريال مدريد، واللاعب الذي يقال بأنه من المفضلين بالنسبة لزين الدين زيدان. هذا ما شاهدناه، هذا ما تابعناه في الفترة الأولى عندما تواجد زين الدين زيدان هنالك على مستوى رئاسة الجهاز الفني بالنسبة لنادي ريال مدريد. الله الله على أشرف حكيمي، ماذا تريد أن تحدث؟ ماذا تريد أن تحدث في هذه المباراة؟ أحدث الجنون بأم عينا، أتى بالجنون بأم عينا. الله أشرف حكيمي نجم المباراة الأول، نجم المباراة الأول، أشرف على نتيجة المباراة بالهدف الأول، وبعد ذلك بالثاني، وحكم بإحكامه. ويا لها من احكام، يا لها من احكام. حللت هنا ضيفا مع دورتموند في مهمة من اجل الفوز والعودة من جديد، وسجلت ثنائية، ويا لها من اهداف ستبقى في الذاكرة، ذاكرة المحبين يا أشرف، قبل ان تكون في ذاكرتك. كلما عدت بالذاكرة الى الوراء، وكلما عدت بالذاكرة الى الخلف، ستجد لك سأن كبير في الثاني من اكتوبر من عام 2019 في بطولة دوري ابطال